هنا الأطفال واش كتقدر تنتقل لهم عدوى ديال هذا البحث عن الكمال، ربما لأن هم الأفراد اللي كيكونوا قرب أكثر للأم وهنا يمكن أنهم يعانيوا؟ نعم نعم فعلا هو يعني كنقدروا نربيو اطفال او لا اشخاص يعني ساعيين للكمال. علاش؟ لان الكمال هو سلوك مكتسب من التربيه. فاذا كان عندنا اب متسم بالشخصيه الكماليه او لا ام متسمه بهذه الشخصيه هذه ولا بهذه الصفه هذه، فاكيد اننا كنتعلموا كنكتسبوا هذا السلوك هذا وكنرجعوا حتى حنايا اشخاص يعني نتسم بالسعي وراء الكمال. علاش؟ لان الشخص يتسم بالكمال مثلا الام دائما كتبغي ان كيف ما قلت هي كتنتقد راسها وكتنتقد الاخرين، فبما انها هي باغيه كل شيء يكون على احسن ما يرام فهي ما كتقبلش النقص، ما كتقبلش النقص، هي شخصيه ما كتقبلش النقص، خصوصا الا بدلات واحد الجهد. علاش؟ لانها كتقلب على المثاليه في جميع النتائج ديالها. فمثلا الا الطفل ديالها جاب مثلا في واحد الفرد مثلا 17 على 20، فهي هذه نقطه طبعا ممتازه، ولكن هي غتقول كان ممكن تجيب 18 او كان ممكن تجيب 19، فدائما كتقلب على الزياده، خصوصا لما كتبدل واحد الجهد، هي بدل الجهد في التربيه، يعني هذا الشيء هذوما الافكار اللي عندها في راسها، بدل الجهد في التربيه، بدل الجهد في يمكن ضحيه من متابعه الدراسه ديالنا، المتابعه الى غير ذلك، فهي كتنتظر نتائج مبهرة لا عندها ولا عند الناس اللي عايشين معها، وطبعا اولادها النتائج ديالهم كتعتبرهم هما النتائج ديالها، ففاش كتشوف واحد النقص معين في النتيجه كتحس بالاحباط وبالحزن وكتبدا كتنتقد الاخرين او لا كتجلد ذاتها الا كان داك النتيجه يعني متعلقه بها. كذلك واحد المساله هي عندها شخصيه اللي او المراه اللي عندها هذا السعي وراء الكمال راه تتسم بواحد الايجو مرتفع. علاش؟ لانها هي لا تؤمن الا بالنجاح، النجاح المفرط، النجاح الساحق.